موجبات الغسل، متى يجب على المسلم الاغتسال أن يغتسل؟ واجب داكترو نغتك تا نبينا أن إسلام داكترو واجب أغتك. إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. نأ دا كافر جول إسلام مصنع بيكي جول إسلام واجب جمبي أن كافر نغترو تا نغتك. وموت غير الشهيد، أي مسلم يموت لابد من تغسيله وتكفينه، إلا الشهيد لا يغسل. حرشنا دايك نأ دا سلاب داي من شهيد دا سايد با من سايد جو نأ دا سلاب من من جي نأ دا سلاب سايد كي ترو تاي متك. والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس حرشنا دا ستري دايل بيدا قد أه أم بي هيد ركي أو نفاس ترو تاي متك. وإذا خرج المني سواء من مستيقظ أو من نائم هذا شنو دا نيت دا مين ماني دا تچين تكام داي دي ري كو داي اي سين تيت كي ترو تا نغوت دوك ني والجماع هذا شنو دا كا روم بيت